إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حكم الحجامة توبينك حكم كأوليه هذا محله وحين قصوا جري باب الإحرام وما يتعلق وقاذا وحي نكاه الله إنه وقفك أما حج أما عمره حرمضي وحي اللو أقولي هاي يا وحن اللو أقولي هذا وحي لقاه الله يا ما استوبي كراقفك إساقا توبين عن ابن عباس وحي لقوري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم إنه استوبي رسولك والحال هو يسوق محرم محرم يهي متفق عليه حديث كان ومتفق عبد الله بن عباس رضي الله عنه ما وحي إليه نبي محمد صلى الله عليه وسلم أيا استوبي يسوق النبي صلى الله عليه وسلم محرمة وحرمضي بون رسولك استوبي توبينك وتوبينك اللي يقاني يقف كديك لك كيانو حديث كنا متفق عليه بخاري مسلم باسو ساري هدب حديثك الدليل وحوية هاي قفك محرم كا ويستوبي كرا أما داني ها كوقبة توبينك أما يانا داني كوقبانين محال لغا وضا أما داني ها كوقبة أما يانا كوقبانين مثلا بوحي جزيرة أحكام تمرنا وضرورة شيء كان واحد وص ماينه دمبا كوقبته دمبا كام بارنسين ويدي مرنا واحد كسر ماينه يسوع حديث كان ظاهر كيس مر كلا في ريو الله بعد منا الله كلا قادم مايو أما الدنيا كوقبته مثل ما ذبحها كحنون أما لغوها كحنونين دم كوقبته درت هذا شو تربت أما أدوب إسكفها كهاي سنة هي استوب الله بعد وعي بنان تهاي مطلقا حديث كان ظاهر كيس مر كلا في ريو جمهور تودن بان ساقبت ابو حنيفه كميده شافعي با كميده مالك با كميده احمد با كميده بعد سلف كان اساسا قبان وحي شرطيان لكن مركا اد استوبيسو واينين تيما كاغو ان تيما واينين كاغو ان ميش لغا توبه هيو وحي كو خدانتا قف كميله بدن با لغا توبي كرا مر مدخا لغا توبي كرا لغا لغا توبي كرا غعمه لغا توبي كرا ميله بدن با لغا توبي كرا أن حتى إنها كركوا الله لقيتوا بكرابة يدهدين قاركوا ما لا بد أن بلقيتوا بكرا مركز لقتوا بيوائنا إن تمكاجو إن بيدهدين تموائنا إن كاجو إن كورن هذا تمكاجو عن فيديو مركز بحنا يا بيدهدين فيديو ذنوا إنه إيمان إسا أو محاو دليل إنه فيديو بحنا يا بيدهدين كل كي عام كلا في رياء يد إلهي فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك كل كي لا في رياء waxay dhahayn waxay keenaysa hadaad istoobto oo tiba ka go'een in waa laga raba fidiyada laana muhayla yada ilahi wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala qofkii idinkii kamid oo xanuunsada ama dhibaato ay madaxiisa ku sugan tahay oo bimaana tuma iska xira fidiya laga qaadahaya walidalika hadiki dhibaatooda ay ku sugnayd metel in jirto kale tii qofkii ku dhalatay markuu iska xira fidiya laga rabo dakan waxay dhahdeen haduu timihi gooyo waa laga raba sidoo kale to بعد المالكية بركض وحي قبان يو انت هسو دموي خلافينو داني اني كوكو قبت موية لإسمه بتوبي كرابة لإسمه بتوبي كرابة هذا الكا اوغوه الرئية ايا هذا الكا صحضاء لأنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم ايا استوبي حديث كالذاهر كيسا مركا الله في رياء ايا ساء هذا تدا هذا قفكو مركو استوب وحا لغا قادة يا فيديو دليل بالغا ربا واحد دليل النبي محمد كسوغان ما جيرته او قضيه
fidiye inuu rasuulku sallallahu alayhi wasallam qof amrayna istoobay lama hayo meeshu la taagan yahayna waa maqaamul bayaan wa meeshi wax lagu cadeyn laha nabigu waa ki wax cadeyn laha qaacidada usuuligaana waa ka yahay wa taakhirul bayani aan waqti alhaajati la yajuzu waqtiga wax loo baahan yahay in aad ka dimarto oo wixii cadeyn weydo ma banaano hawshu markay taagan tahay wax laga qabtaa laakiin hadii aad markay taagan tahay wax ka qaban weydo de wax markaa dambe arki meesid marka nabi xamiis isaga cadeyn laha oo markaa isaga ayuu rasuulku sallallahu alayhi wasallam u cadeyn laha waxa kale aan sida waxa qaba isaguna hadalka doortay sheekhu islaam ibn taymiya ayaa isaguna saqaba waxa kale marka xadiidka laga qaatay mar hadii la yiri waa la istoobi kara aan qofku insaanka ah marna kaba maarmay inuu xoqdo hadii metele madaxu ku cuncuno ama meel ku xanuunto waa iska xoqan kartaa لأنه النبي صلى الله عليه وسلم إساقا قبيس إساقا محرمة توبين كنا وحو لمدي هاي كل كلا في ريو قفو إنت بدن مركو قبيس ده تماع كبقو أسوما حتى ما توبين كان يا قبيس كمركا لك في ريو إسكو إنو باكينا إنو مدي حيسا كبقو أكان توبين كبقو هاتوسا كبا بدنين بكان قبيس كبقو أي نبي قم أمر صلى الله عليه وسلم سادرت وحاكا مدو حيابها جاهلي قيلا سمهيو ددك أما حاجين هاي أما عمريسان هاي محرم كأه مثلاً كل كلمة حدوين إنه حقدان وحيس الآن هذا سأو حقتان تماها كجوايا مركا عديا هاي سأ إسكون لهن مركا أو إسكر جرعة عن ماشي يجو إسله هذا حقته تماها كجوايا أرن كاسي وحسوق لي حديث كي النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون بالنبي صلى الله عليه وسلم متنطعون توام حي كوا وح إسكو أد أد كيا oo wuxuu san ilaahay adkaynin isku adkayo kuwaas waa halagsameen adduunkan qolada oo wuxuu sharciiga islaamka waxa way marna aan badbaadin halagsanta waa kuwa isku adkaya waxa sharciigu uu san ku adkaynin walidalika marka aad muhrimka aad tahay tawad ka qabaysan kartaa waad xuqan kartaa haday meel ku xanuunto la baasa dibaatkuma jirto fidyatu halqi almuhrimi raasahu halka waxa laga hadlayaa فدية حلق المحرم قفك محرم كا مركو حيره فدية الله جرب الجناح رأسه وبيد حسه قفك محرم كا محين هو رئيسه مري تمام حيره كرسه ما هين هدو تمه حيره محل جرب مرك واك عن كعب بن عجرة وحى لجوري رضي الله عنه قال إنه يري حملت وحى ليصح باري سوس عن كريم إلى رسول الله رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم حقيسا والحال بالي سوحن باري القمل إنجرت يتناثر ضادادن هي على وجه وجهي وكضادن هي ترى وحي كقبت فقال وحي للنبي ما محيبا كنت أهي أرى إن ليغو كاتسين هي الوجع حنونك بلغينك غاري بك أذيغا ما أرى وحان أركو دي جوابتو ومحي ها رسولك الهي واحد جهدو ويقول دعي تجد مهلي سابوري شاتن نفاري ادقور عدو قلت وحان لله مايا قال وحوري فصوم وحاتون تا ثلاثة أيام صدح مال موت أو أمس أدعم وحد قودسا ستة مساكين لح مسكين مسكين والبمحلسين لكل مسكين مسكين كلا أركبنا نصف صاع صاع بركي بأو هذا متفق عليه حديث كان وحا ورين هيا كعب ابن عجرة ولي قال نصوم الرأي ماي كعب ابن عجرة ابن أمية القضاعي أيا لده هذا أنصار أيو حقوقها حليف حليف بوها حليف كوا كتر سنة وقفك أن رير كون لرين يكون حجرة دقال كي حديبي أيو حاضري قد يدن تذيطانا ماشا اي كسو دكتيبا بابو حيا هيدبا حديبية اللفت هيدا حديبية ان اسحابي قاسي وحال الشيقا دقال لدي دقال خميضة باقا عانت اللي قوهي ودنك عراق بدقران تيري قارهان مقالة دن كوفة ليلة هدو مقالة دن مدينة ايو كسو الله ارتحال كاسونا كو قيريو دي كوي يو كنتن صندود مركي لغا جوغي hijradii nabiga sallallahu alayhi wasallam umrigiisuna markaa 70 iyo 5 jir ayuu ahaa sawo 70 iyo 5 jir ah ayuu halka ku geeriyooday hadaba kaab ibn ujra wuxuu leeyahay riwaayada bas ay noo aqreena
حديث كراوي فربضن بولي آدي آدو بضن سحابي كان واحد لو يقانا وأسحابي وحا حتى لو يدي آيات في ديادو ما أذيك بسوة دكتي مصدد كورنا محيولي آني قابي بسوة دكتي قارهان لكن تدك انت كورنا نوي ويكفى إيدي سنيانا ويعامي ميسا وحوليها كعب بن عجرة النبي محمد بالله إيسو قاضي أنا حنوصا وبستي أنا حنوصا وبستي isagu injirtu ay iga daadanayso wajiga bimaana asxaabigani waxaan u saday muhrimna wuu aha dulkuna waa kulayl marka dhididkii iyo wixii bay injir ku dhalatay madaxiisi injirtu tira waxay ka gaadhay yatasaqat ama yatanaathar yatanaathar waxa weeye madaxiisa u dhaxulaysa injirtu bay saa u dhaxulaysa markaas nabi sallallahu alayhi wasallam kulku arkay saxaabiga loo keenay aad bar rasuulku sallallahu alayhi wasallam uga naxay wuxuu yiri waxaan arkaa dhibaato weyn inay ku dhacday macnaheedu inaad aad u xanuunsantahay oo xanuun la ildarantahay baan arkaa waxa loogu keenay waxa weeye su'aal buu rabaa inuu nabiga weydiiyo dhibka inta leeg baa haysta madaxan doonaya inaan iska xiiro tibini lama taaban karin injirtana way dhibtay maxaa sameeyaa nabi wuxuu yiri xirti baa markaa timaha xir waa daruur hadda waxa loo xiriiso ma jeedaan ومشان الله يقول يا وحيد الضرر بالله وحيد كرا أصل كلام حيري كري سوما هين لكن ضروره لأجل ضرر لما تضرت بالله وحيد إسكحير النبي صلى الله عليه وسلم يقول وانا كان يقول بدن كوغاري مياد هيلي كارتا نيف آريا إنا تقور عدو مركز سعيد مايا وحولي أما صدح مال موتسون أما الليح مسكين قودي مسكين كي والبان وحاتسين إيسا ساع بركي ساع هوري بنو سوما كان بمعنى هذا ماذا حيسك حيرته تماها ماذا هذا سك حيرته حديث كان محدد الوية هاي أنت هنا جد قلين قاعدة ديسة هذا ماذا حيسك حيرته تماها كأجري هلا لأجل الدم كوكو قبته ردت هذا سك حيرته هذا الدم كوكو قبته لما أقرأين بس هو ما هين لكن هذا حيرته وحال جارب ضروري الدم بقى قبته كليا معها وحال جارب أنت هذا سك حيرته إناد صدح شيء مت كم إذا سمايسه أما النيف أري الجورع أما صدح مال موت صون أما اللح مسكين بعد قوذي نيسا مسكين كينا هل ساعة بركي بوليه هل ساعة بركي أيوليه طيب هدبا حديث كان كذا تاي وحاو دليل ويه هاي حديث كان دليل وحاو ويه هاي قفك محرم كأه هدي ماذا حدبات أي كقرن عضو متل الإجير بقرن الإجير سو قرن ميسان injirtu inta badan waa xayawaan kana aragteen faraha dheer dheer leh qandhicil iyo injir baa la kala yiraahdaa qandhicilka waxaa lagu dacaydaya arimooyinka ku dhaca marka su'aalad waxay oran jireen kolkay wiil kuray doonayna si fiican u caayaan ina bariisa qandhicilay macnaha martii dhashay waa arimo ahayd qandhicile قنع الكاس كدي بحسوسي بدلية انتر بيسو بدلية انت بدل واحد كده لا توه بس خذ مرك بس خذ أي كده لا تاه هذا بقى غفكه مثلا ب انجرتو أي كده لا تاي أما ما دحو حلو في الصد انجرتو نب كان تاس وما وح والبقر نب كاس كده شاء وسوق قال يا سوا مثلا تيمو بعد ده ينير كوب بحن ما بحورير بعد قبطاء وما ده حكوريرية ملاذ القاف في الصدر مثلا ب وحا اد مثلا ب اديغو كسو غاري اي شيء كاستا او مدح كاسو دريي او ادو باهت تيمين اد خيرتو ولا خيريا واكو واحد دباتا مال قفكاس لكن واجب وحا كو افديه انو بخيو إلهي بوحي إليه فمن كان منكم مريضا أو به آذى من رأسي ففدية من صيام أو صدقة أو نسك هذا بس النبي قلنا وحي عضي سي آيات إلهي سبحانه وتعالى فدية ذو كل شيء وصون كان إليه هيئون ففدية إلهي سبحانه وتعالى من صيام من صيام أو صدقة أو نسكين لما ولا عادين سوما هتدش وما صدح على صدح لسوما ذبرك على سوى حديث كان عادي سومكم مركب صدح مع المود شرط ميا إني إسكح جان صدح ذا مع المود مي مايا صوبت وامحي شرعه صدح ذا سوم أم بويري
لكن ما أورنين صدق دوين يسكو حجان لما أورنين هذا بشرع جوي حكوا صار ورئيسه مطلق مدل القصص أنباؤن محوها هاي أنباء الله قد رحمه هذا كأودي كري وين هذا واحد بحنا يساع صدق ساعة صدق لا ساعة أنا مسكين والبا واحد سين يساع قاد قودين يساع لح مسكين لح ذا مسكين مسكين والبا واحد سين يساع محي ساعة هاف كي بتصير ساعة هذه كلا نفادي بعد جورة عيسى ليك بعد دادين عيسى نفادي بعد جورة عيسى علمت واحد يسكو قبتين حديث كان صدق هذا إلا ويسكو حجان سوماه قرآن كان واحد يسكو حجان ففدية من صيام نبي يقول محيو كعب من عجرة فصوم ثلاثة أيام لكن واحد لقوه رجيه لقوه رزيه فهل تجد شاتم فقال لا مركز النبي يقول فصوم ثلاثة أيام القرآن وحاه الرأي صنك صنع لكن وحاه الرأي جور عاه الرأي صادر تدبع علوات بركو ذو حيدة هذا صيدا صنع إلا صنع وحفصير سا القرآن كصوما صيدا صنع يسوي حجي سيسيب على الرعي كو هداد أودي كرتوين ديك دادي صو هداد ديك دادي كرنم حكو بحيك صدح ما بدنا صنطو هداد صومي كرنم حكو بحيك قدام بيبي لهدين اللي إحنا سكينا ده خالص معناها أوفر صدى ترتيب كنوع عاسي وواجب هي ماها مخير بعدهاي صدى صح ذا ومخير لقى مقص بكرقف كديك دادي أنت بدن علماء هتصاصي فتوادان مثلا ما استقالت كان مدح ما غيرتها نيف جورع صدى هذا هذا خيار كأوله أما الجورع أما الصن أما اللي إحنا مال مضمحوها اللي إحنا مسكين خودي أبا إسكاله وصدى صدى صح ذا طيب لأن واحد شراء واحد شراء النبي صلى الله عليه وسلم حديث قال أولي يا رسولكم فأحلق وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو أنسك نصيكة وفيرية حديث كاس كسو أروري خيار أما الصوم أما الجورع خيار كاس أيو كسو أروري طيب وحاك لا تقو دليل أيهاي حديث كان كذا تاي وحال لي الفدية بحية فدية ذان لبحين هايو محرم كان لغو بحين سبنانك محينون اللي صدح مدبا لغارة باسوما تلك جورع حكيتكو جورع عيسى تماها مركز اسكا حيرتاي محرم باضا هيتوما وحاد نعي كارتا إلا مكاكو حيرتاي وحاد نعي كارتا إلا جدكو حيرتاي وحاد نعي كارتا مدينينا تكو حيرتاي وحاد نعي كارتا جدك الله سيسعينا تحيرتاي سوما محرم كان لحديثات فدية ذان تذيتا كسامين هايسا مسماشا عند ماذا حكوا حيرتي؟ علماء البركوز وحيد هذين في ديان تذات قياسا للهدي حتى يبلغ الهدي محله سوما هين ترى بحجم حجارد وأنا قيران كقفك الصبي هدي هذا لجرب حكوك جبر عيام حرب الحين سوما هين استجى اللوجا قياس قادنا يا بيد هذين وحجك وما تكون سماين إسا بمعنى حرم كده حد يسكت سماين إسا لكن سيدا صح ذا ما شو فعلك كهاجة قد عيبات قبل الله بيسا خلت كوابد قشة سوما تيمي واد حيرتي هذا النفادي جورع كرت ماشى سكوا جورع عيسى هذا سومي كرت إسكت صن صن كاك هذه كلام ماشى رحت كوسون قسم مرك ما النتيجة دو مرك وام حي قسم ماها في ذي دا إن لغب حيوه في ذي دا إن لغب حيوه خص ماها نحرم كده حديثه عرف ربنا لكن قبى خصب إن يتاع يو وقياس قادنا يا بين المحي هدية دو وقياس قادنا يا وعاكلوا حديثك دليل يهي maxaynu niri madaxa hadii la xiiro Soomaaha madaxa hadii la xiiro isla garanay fidiya laga rabaay insaanku timihiisu meesha oo kaliya ma aha haduu meel kale oo jirkiisa kamida timo ka xiiro ma laga rabaa fidiyadi mise laga ma rabo matalan dad waxa jira gacmaha timo kule bashira Soomaa lugaha timo kule iska bada meel kale matalan meelihiisu buu xiiray نالي سيبو حيري ده هدنا بابا در تنمشي ما بصوبة حيبا محوها وحكا صلى الله مرماريو مشين كاسو اسمريي ما لقرب عيسو قلوني في ديادي دي بحيي مطلب التميه قعمه كي يلبو مشين مريي ما لقرب عمسا لقا مرابو الناس كويحو كوي مدوام حي وامضحا لكن وحيدا هذين بعض العلماء قياسا للرأس تيمو واتيمو مال والبقو مضحا كميدا اما جركا كميدا هدات تيمو حيرتبه الهدين بس ويبه الهدين وبس
waxay ku xujeeyeen oo kale too sababtu waa maxay qofka waxa loo diiday yahay bay ilaahay waa inuu raaxaysto dayru qofki isqurqurxiyana raaxada ka mid tahay bay ilaahay raaxada ay ka mid tahay bay ilaahay laakiin samaha wa qiyaas ma al faariq mesh ilaahay qofkan waxa loo diiday yahay madaxa inuu xiran raaxaysto ma waa maxay raaxada iyo wanaagga waxa ka mid ah inuu qofku matalan ba uu muxuu ahaayay uu qabaysto hilib inuu cunaa ka mid ah waxa fara badan oo macnaha uu isnadiifin karaa waxa fara badan oo qurux ah uu samaysan karaa walidaalika saadarteed ayaa arrintani sax ma aha nasku wuxuu ku yimid uun madaxa wax alla waxaan madaxa ahayn oo qofka wax laga rabaay ma jirto wax alla waxaan madaxa ahayn wax laga rabaay ma jiro laakiin bacdi culamaa waxay qabaan baynu nidhi maxay meel walba oo jirkaa ka mid haddaad xirto waa laga rabaa بعض العلماء لكن مسألة ذا ويخلاف سيهن ويخلاف سيهن وحي لكن سيسي ويدي ينقل ياها كلا مثلا بحبنيه كلا هدا تيمي اسكحر تفيديا ما لغارها مثلا لغام الرب سيدي وقال هدا نسو خلافين انت ان كيو قدو من الحديث كاسنا حرمة مكة مكة حرمة ذا يضا هل كان وحا لغاها الله ياه ما قال هذا مكة حرمة ذا ايلا يضا هاي ايا هل كان لغاها الله ياه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وحري لما فتح الله إلهي مركو أفري على رسولي رسول كيس مركو أفري مكة تمكو قام رسول الله رسول كي إلهي بإستاغي صلى الله عليه وسلم في الناس ذاتك الأحدود إستاغي فحمد الله إلهي بمهدية وأثنى عليه إلهي بأماني ثم قال وحري النبي إن الله إلهي حبس وحو حباسي وكعلي كدفاعي عن مكة مكة ألفي لمرودي وسلط عليها رسوله رسول كيسو كسل لدي والمؤمنين مؤمنين تنو كسل لدي وكدري وفسحي وإنها أيض مكة لم تحل حلال وماها لأحد قف حلال وماها نورته وكان هذا قبل أن يقهرتي وإنما أحلت وحل إحلالي لي أنك ساعة هل ساعة ومن نهار ما لنت كم نظر وإنها يد لن تحل حلال وماها لأحد قف وبعد أنك يقدم بي حرمة وحي كقب تمكو فلا ينفر لمئريو سيدها أغاد هذا ولا يختلى لمقويو شوكها قضح هذا ولا تحل حلال ماها ساقطتها بادي هذا إلا قادو إلا لمنشد قف يبوهن مويه ومن قتل قفك لقدل له إساق قتيل من لدلي فهو كاسب بخير نظرين لابا فير مد خير بدن بكسو غن يهي لابا مدكو دونه أي الله سمين أما إنه مقاتو أما الله قصاصو فقال عباس بوحوري إلا الإذخرة جيت كنكري قال إله هذا مويه إذخرك رسولك إلهيو يا رسول الله رسولك إلهيو محايا لي فإن أنه نجعله جيتك وحن يلا في قبورنا قبور تنظر وبيوتنا يقريها النجا فقال وحوري رسولك إلا الإذخراء جيتك نكر قال لهم ودقين كرتاني ساقا متفق عليه عديدنا عديد لا روي عكافر بضبا نكب وحدة أبي هريرة رضي الله عنه حليها حديثك وفي رسالة وحن لقاها الله يوحى ويا مكة وحاران إن وحن لباتاء يحد قذب الله قيستو حد جذب مرب بنايه مي حتى وحيا بقى أن حد جذب هاي نحل جبرك للجوع بحرم كده حديث حد جذبه ما لنتي النبي صلى الله عليه وسلم فتح المكة أيضا عظيم أي رسول صلى الله عليه وسلم دجال كي مركو لما ضي عصر كي تهاي أو دجال كي سوق في الجري بربي النبي يقول إنه أوتار سيان لو أرنين نبي محمد بابو كده قال لما يعيد كسر كده قال لما يكرت النبي قد دات كي بيسوق ياري إلهي بو كحمدي إلهي بو أماني وحيد من نبي مقالة مكو مروديكي كسو دولي إلهي باك قبطي مقالة مكو مروديكي كسو دولي مروديكي وامح لإلاف قريش إلاف برحلة الشتاء وحلينها ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل قل هذه حبشي يكعبادو كسو دوشي إلهي سبحانه وتعالى مروديكي ودي ورغي وقت غايساقا قولادي ربتي حرم كان إناي بابئيان وكسو دولان إلهي با سبحانه وتعالى مروديكي كحباسي بمعنى مروديكي با دقاقي كريوايي مروديكي أيا دقاقي كريوايي
لكن إلهي وحكس لذي نبي محمد هي مسلمين إلهي كسر لذي صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى نبي محمد هي مسلمين إلهي كسر لذي وامحي كسر لذي وحلاقة وضع خف أنيق يقول الرئي أولي حلال يوهد مجرته خف قد ما يحلال نقود أنت مجرته لكن هالمر وحير ساعة من النهار ساعة هل ساعة لقى موضوع ووقتا من النهار وقت يربى إلهي وحفصح أسيي نبي محمد يا مسلمين سيقال هذا الجوغة أي أغحريان حق أي وقاذان أي وقاذان ومسلمين ويربكو قاذين مقال هذا ما كفتح المكة واتقرن نسان يقول طبعا كونوا عيدا أوتا دقال يربى عي dadkii nabigu maxabiisa uu qabtay oo dhan wakiil si daayo liba kulligiinba waxa tiin xor macnaha laga bilaabo barqinkii aroorti qoraxdu markay soo baxday illa laga gaado salaada casrka intaas ay waligeed ma ka dagaal ku banaanaaday bas waa halka maalina koor waligeed xalaal maahin kadibna xalaal maahin nabigu wuxuu yiri fala yunafaru sayduha waa dheeda lama iriyo وغادر مالك دويد بن سو 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 شق من سوما وغادر هذا ذا ركتم مقالة ذا مكة إسكت نحفر فرد ذا وغادر ناس إسكت ده دل أدشو دل ما هاد واحد لقاه الله يو لما إريو إريج أس واحد كميد وحياب بدل بحلو إريا مثلا بق أظن محرم ما هينو إسكت غير ما كوم مقالة مكة إسكت نحس عضو وحرم كلاك كتيرة بق هذا ركت بعيد وينو مال فرد يا بعيد كحرم كوم نحتي أبن كرتيد مركز هاد إريدي وتقول أبو ده وحضر بتاع حرام كأنه كده حبه عمرك وبنان كأبو حاد قلته لما أقوله تابن ميس ماشى أوفر نية كده قاتين ميس إس كده دليل أدي شيء حتى على كمان حين هايو قول لي ديس الشبير تيس ما يحاسك سعة مترتوري كل ما تقع حين كرسي فرات كقاضي ساعة ولا يختلى شوكوا من النبي صلى الله عليه وسلم إس كده جديه نفع قالها جيت كم كوكو يلا أبي لو آدم كو أينا بيرنين يا إلهي إسكبه حي سبحانه وتعالى مقال هذا ما كوي الله جيت كحتى كقذح ضل لما جويه لطابن مايو حتى جيت كقذح ضلها لجوين مايو أردت وحلو خاسية لي جيت ك وجيت كإلهي إسكبه يا رب سبحانه وتعالى ما حس أقول أنا هاي مثلا مقال هذا ما كو هذا جوري كده حلاه ذا هاي أما بير أت كده حلاه ذا هاي تما كتمير بع وكبح هذا ولي بحرم كده حدي سيبا كبح على حرم كدر بيجي ستمير بكو تالا تمير تاسو واحلا بيري قف با اسكالة قف ويحو يسوي اسكالة يهو كو تصرفي كرا لكن جيدها نسكا عام كي مغالة ما ككويا لا لطابن مايو لطابن مايو او لقوين مايو حتى جيد كي قد احضرها لما قوين هايو سؤال بها لسويدي وحال ليسيري لماذا النبي محمد ويري قد احضر لما قوينو وحد نعي كرتبه إلى هذين لواشا يميضون مكايا آد وحا أقبضنا جيتك قد أحضله جيتك قد أحضله جيتك قد أحضله قد أحضله سوى قرن ميسان قلولك يسترمانتا إيو جيتها قد أحضله أما وحال ماشا اللقوع عدينا يروحي سوى الأولين ترتويشة كورع ديبي وحقو قسقاته وامحي حرمة هذا سلو وين يو اللوفة يبا وحال يري جيتك قد أحضله لقوين مايو معناها وحاوي السؤال كورا جيتك قد أحضلهين وحلي سويديو مركا ما هاي سوى حتى كيف قد أحضر لها وحدي بيبان لقوين هينين كان لما تارتو النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحل ساقطتها إلا لمرشد بعد ذا مكو هذا درك تجوان ذهب ودولك الدات سنة هذا درك إيا هل شلين ودولك يا الله هذا درك أما عينتين هذا درك سنتين ودولك يا الله هذا درك مكو تابا ميس فراك قاس هل شايبا لقل هينا دو قاتو هل كيفي أوام حي إنا دي أبو هينيسو إلا لمنشد وامحي إنا دي أبو هيسو إنا دي أبو هيسو تاسأل أقول لي وامحي سؤال شو وامحي محاب بادد اللو قادي لا إياه بادد وانقاري دونا كتاب اللقطة أحكام بايلة ضحي بادد لقادي كرير جيرا ميدان لقادي كرين ويترتها مثلا بقيل أوكري لما أقمري كرين أريق أوكلاتي ولا قادي بجير سوما وحي يرى الشلمات نوك لقا قادم لسكا قادم جير سوما وحي الله وحي مكابا هذه أكون نحن ماي يسوي حكم قارب وليه نحال لو يدي مركيان لطابنين وحال إلالين هيا أمنيك بمعنى حفظك حولها وعدي عكرتين تو ما تشتري الماشن كغدا عاي أو إسكب بحي وإسكب صوت وافي
goorna inuu soo laabto inuu warshiil baan meelay kaga dhacay intuu iska raadsado biyo iskaga soo gato taas aan dhici karto ama waxa ba dhici karto sanadkan intuu taga sanadka dambe kulku soo laabto sanadka dambe inuu qaato ayaa dhici karta marka amniga ayaa la ilaalinaya waxa saa loo leeyahay wuxuu nabigu sallallahu alayhi wasallam hadaba فمن قتل قتيل قفكي واح لقد دلو فهو بخير نظرين ما كان أحد هذا واح لقد دلو مثل هذا هو عام ما كان لقد دلو ملكا لقد دلو لو مد بعد أدو خياره ليضعي إما مد إنا بقادته إما إنا بقصاصته وقورت لأدكويس وقفكاس لو مد عمد على مد كات ربطه بعد خياره ليضعي وانا سيدو شارعه قبوه قفكي مسلنا يقف دلو isagoon la oranay waa in hebel iyo waa in adeerkay midna ayaa waxay tahay sharcigu in gacanta laga saaro ki wax laga dilay la yiraahdo saarato ugu tali ama dil hadaa raal ku tabeen fidiyada qaado kulku nabigu halka istaagay ba asxaabti yaabeen waxa la dhimaa kalama ba taaban kara wixeeda abbas bin abdul muttalib oo nabiga adeerkay isaa wuxuu rasuulka ilaahay illa al-idkhira geedka idkhirka la yiraahdo mooye geedka idkhirka la yiraahdo mooye waa maxay idkhirku idkhirku waxa weeye aan waa dhikri saar dhikri bay tiraahdaa laakiin xaqiiqada markaad fiiriso hadaad idkhir hada ku qorto caws ba soo baxaya geed sida cawsko kale ta waa geed lama badan leh oo yar yar oo kulligi hal xidid abu leeyahay salka hal meel ay isugu yimaadaan madaxu markaa saa ula kala baxaa idkhir baa marka la yiraahdo Soomaalidu markay dhikri bay u taqaan geed dhikri la yiraahdo hadaa dhikri garan weydaan idinku dhikri yaa walaas ma ogidine dumarka baadiyaha waxay ka sameystaan haamaha saabkooda haanta saabkeeda soo garan meesaan haanta galkeeda galka haanta ayay ka sameystaan iyo guryaha waxa lagu dhistay iyo ma jabo marka wal isku laalaabi kara isaga kaweeyaan marka hadaba abbas wuxuu yiri rasuulka ilaa geedka kaba maarno oo guriyahana waan ku dhisanaa qofku haduu dhintana waan ku xabaalaa oo maxaa laga wadaa qofku haduu dhinto oo kafan loo waayo lugaha loo geliyaa miscaba kamid ah raggiisa loo aasay guriyahana waa lagu dhisaayo guriyaha kolkii matalan ba dhoobada iyo wax lagu dhisaayo ayaa caws ahaan loo dul saaraa nabigu markuu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri rasuulku idkhirka waan idin ogolahay geedka waa la goyn karaa laakiin geedka waxaan ahayn lama taaban kara buu yiri nabigu sallallahu alayhi wasallam xadiidkan marka dhowr shay baynu soo qaadanayna xadiidku dariil wuxuu u yahay gurigan ilaahay subxaana wa tacaala xurmadiisu adayga ay leedahay qudrada iyo awoodda ilaahay waxa kamid ah ilaahay inuu gurigan ilaalinhayo subxaana wa tacaala cid walba ku soo xadgudubtayna alla uu ka ilaalinhayo waxaa su-aal isweydiin mudan xaramkan markuu ilaahay fiilka iyo maroodiga ka ilaaliyay reer mako mushrikiin bay ahaayeen laakiin ilaahay wuu ilaaliyay subxaana wa tacaala ilaahay wuu ilaaliyay muslimiin hadday degan yihiinna sidoo kale uu ilaahay u ilaalinhayaa subxaana wa tacaala bal waa min baabi alawla wa baabi alawla waxaa kaloo xadiidku daliil u yahay maka dhaxdeeda in lagu dagaalamana ma banaano in wax lagu dilana ma banaano xaramka dhaxdiisa oo dhan baana arrinka isaga ka sugan ama xaramka makaahada ama ka madiinaha ahaado leannahu nabiga sallallahu alayhi wasallam waxaa loo ogolaaday oo keli aha hal maalin isla markiina xaaraanimadeedii bay ku noqotay kulku xataa hadlayay nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yidhi xadiidkani waa uu soo gaabay sanifku haddaan idinla hadlayo nabigu yidhi waxay ku noqotay sideedii maalintii ilaahay subxaana wa tacaala u abuuray xaramkan dhigay qodaxdeeda laba goyn karo oo lama taaban karo laba shay baa laga soo reebay laba mar baa lagu dagaalami karaa maka wax lagu dili karaa kow adoo maka iska dhex joogaa lagula dagaalamay qofkaasi meel kasta oo kula dagaalamo waa iska dificin kartaa iska celin kartaa tala adoo maka jooga baa qori lagugu qabtay miyaad isu dhigaysaa ilaah lagu dilo ama bur baa lagugu bilaabay waa iska celin kartaa qof haduu kugu xadgudbo waa iska celin kartaa waa labo
waxaa kale oo laga soo reebaya qof qof dilay oo ma ka dhaxdeed wax ku dilay oo soo caray xaram ku galay ma waxa la oranayaa qofkan la taaban maayo بعض العلماء وحي قبان حتى هذا انت وحد شي حرم كان نحقا شوط كو عررته وحي لها ذين لطاوان مايو وحي لها ذين لطاوان مايو ترى ذين قصاص بها اللوسو ايام حالة سمين وحي لها ذين وحكو الله سمين يمجر تيه اسوير كان وغادة مقالة ذا مكان نحد يداه وغادة مقالة ذا مكان نحد يداه لما تاوان كرو او لما اري كرو اسكد دا ميل كلي حرم كو نحد يسا كمساري كرتد او بنانك حلقا سياد وقو غلط ومساري كرتد وعكر الحديث كده اللي هي جيدة ما كان أحد يدك ويا لما لما تعبان كره ولو جيت كاس جيت دتك نبى وقضى حلبها هذا وحالا يرعلنا يا مكان كان الحرمة أولي هي الشرفة أولي هي جيت كي هداد جويس كورن هداد وقاعد الدشو في دي الجاهر بسوما سورة المائدة كقاعد دونا كتاب كان كقاعد دونا جيت كي اللي قولي هاد جوي من هداد جويس في دي ما الجاهر بع مايا واحد دليل الله ما هيو واحد دليل له لغام لوما هي ارنكا اسغا واكلو حديد كو دليلو يهي باديده مكه كو دنت وحاران ان لا قادو اللهم ان ديبو هين هي سمويانه اللهم ان ديبو هين هي سموي اسكا دا بادي حدا مكه دخديده كو بدباده او لا قادين جيب كا اديكا وخا كوغو جيربا انت غانت لا غليا با لا غالا سو بخايا ولا غا سو سارهايا معناه وحا يرااداي الله كعبسغي با يرااداي ددكو الله كعبسغي سبحانه وتعالى با يرااداي كل يبقى واحد ما قال له حركة فيدي يسوق ليين دار التوحيد حرم كدربك كحجة يساعد الدار دار التوحيد هو تلده كويه هلا مخايضها وحلا صوص عربي لهذين ضد أي ضد أوكرين شري وحلا غلا لقدر جي إحجاج تقدر يقطع عن طاقة وعري ليهين وأيوه إمتى تكشقين سين بلاله وقبتين عليه بالكرية أو نتوسع وسادو عيني سين صدق سنة ضد أنه حيدا ذين عوشا كشقينيني مرقى هالكاسة الله أعلم هذي بحتى تاسي جيرين بأ وشاكذا انترنت كتاهاي اسكا تلوفادا الله أعلم الله إلهي بقرن هاي شاكي وحسن كو جيرين حرم كبرتين كيسا إن لا اسكو نعو أما لا اسكو حدو بادي دي بألقاء دي كارين اسكا داو حكالاتي طيب وعاكالو حديدكو دليل ويا قصاص وشي واجبة قف قاعد يقف لجدلو ملك صوت كوسو كانت أما حرم كوسو نا ملك على حق وحدو لا ينعت له هذا هلا يقصاصه أما دي ديسة هلا يسيو أما دي ديسة هلا يسيو حديث كعلم فر بعض بقى كل شيء رمك أنت سوى حياة مجال هذا مكة مدينة كورن يا ذو حرمة ملا هذا حرمة المدينة مجال هذا المدينة حرمة هذا أنا عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حرينا إبراهيم إبراهيم حرم وحو حرم كان جاي مكة تمكة ودعاء لأهل إهل كذين ودعي وإني أنقنا حرمت المدينة مجال المدينة أي حرم كنجي كما حرم إبراهيم إبراهيم سيد حرم كنجي مكة مكه وإني أنقنا دعوت وحن بريء بولي إله بريء في ساعها ساعة يوم مديها مد كذا بمثل لي ما دعا إبراهيم إبراهيم وحن ود عيا الله من لاب كذا لأهل مكة مكه الكذا متفق عليه هل كان واحد لقاه الله يا مجال المدينة يا ضلفت هذا وحرم وكو sidoo kale way barakeysan tahay sida marka u barakeysan tahay Abdullah ibn Zayd ibn Asim radiyallahu anhu xulee Nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri magaalada Makka Ilaahay ba xaram ka Nabi Ibrahim ba xaram ka dhigay hadalka oo fiirsada xadiis kale jira oo ah Ilaah ba xaram ka dhigay yawma khalaqa samawati wal ard حرم كاس سو إلهي باكر نجا لمورن حديث كان نوام حي إبراهيم باكر نجاي معنوه إسكامه هري معنوه أيوه إلهي بحرم كان نجا سبحانه وتعالى إبراهيم ندت كيف أش هاجي حرم كمساجد كأنا ورد الصي ولذلك إسكامه هري معنوه أيام مرلبات بو حرم كان نجاي أقول ماشني هو حرم طيب ندت كه أقوي يا راي أهل كذينا ودعيي إهل كذينا ودعي سورة الأنبياء أيام كوجاري دونا أيام حلي سورة الحج بكو جاري دونا إبراهيم مركو كجنا قاق حاس كيسية عنو كيسية را كل كو كجنا قاق ميشن بيها الزمزم كا وواحد ده إذا جرين واحد هيستان نجيري بنتو دبس أوسو فيري بروح لإله يو وهلا سير إله يو مرنا كو إرزاق ويري وادركتن هذا مك وفير صدق مجال هذا مكلا إله
waa dhagax bilowgeeda iyo ilaa dhamaadkeeda waa dhagax saa ay tahay biyo macaan oo qulqulaya oo adduunkaba laga heli karin oo zamzam oo xataa cunto kuu noqon kara kow waa midda labaade adduunyada waxa ka baxa oo dhan ee khudaarta oo cusub baad caawa ka heli kartaa waa ducadii nabiyullaahi ibraahim yujba ilaahi thamaraatu kulli shay magaalada madiina anaa xaram ka dhigay nabigu sal alay wasalam nebi maxamed baa xaram ka dhigay neexad baa xaram ka dhigay waana u duceeyey oo siduu ibraahim ugu duceeyey baan u duceeyey weliba magaalada madiina nabigu sal allahu alayh wasalam wuxuu yidhi ilaahu saaceeda noo barakee iyo mudkeeda waxa la miimiiso iyo waxa la miisaamo ilaahu labadaba noo barakee ilaahu labadaba noo barakee culimadu meesha waxay isweydiiyaan barakadani macnaha ma wuxaa laga wadaa ilaahu noo badi mise ilaahu barake noo geli waa barake ilaahu noo geli haddaan wax lagu barakayn waxu kuma taro weliba wuxuu ugu duceeyey nebi maxamed wuxuu yidhi intii ibraahim maka ugu duceeyey ilaahu laban laabkeed sii buuri ilaahu laban laabkeed sii laban laabkeed ilaahay u sii walidaalika saa darteed xadiidkani wuxuu daliil u yahay magaalada madiinana waa xaram sida maka ay xaram u tahay haddaba xaramkii maka waxaynu soo marnay axkaam soo ma lahayn geedkiisa lama goyn karin qodcihiisa lama goyn karin ugaadhiisa lama eriy karin baadidiisa lama qaadi karin soo maa xaramka mako xaramka madiinana waa sidii oo kaleeto intee buu isagana leegyahay inii uxarimu maa bayna laabatay lmadiinati xadiidka rasuulku wuxuu lahy sal ly slam an yuqtaa cidaahuha aw yuqtala sayduha xataa lama taaban karo ayib laakiin culimadu waxay isweydiiyeen haddaad matalan ba magaalada madiina ugaadh ku disho ma lagaa rabaa fidye mise lagaama rabo sida raajixa a lagaama rabo haddaad wax ku disho laakiin inaad ku dishaay waa mamnuuc mamnuuc weeyaan axkaamtii ay lahayd ayay qaadanaysaa macnaha magaalada madiino waxaa jira laba laab oo yaryar laba buurood baa jiro labada dhinac ka saaran labadaa inta u dhaxaysa oo jabal thawr iyo cayr meesha laba dal kale yidhaahda ah labadaa inta u dhaxaysabaa xarama macnaha waa dhinacan shishe buurtan kolkii magaalada madiina dhinaca jibaalka laga soo galo buurta dheere xagga ka ah iyo buurta yaree uxud buur yaroo dhinaceedaa laakiin mushkila waxay ka dhacday jabalu thawr iyo jabalu lcayr bu rasuulku sal allahu alayh wasalam jabalu thawrka yar ee magaalada madiina muxuu ahaaye uxud dhinaciisa ah uxud waxaa dhinac walba ka ah buur yar culimmadu markaasay kala garan waayeen buuraa la buurtay tahay markaasaa qaarkood waxayba yidhaahdeen meesha ku taala jabalu thawr madiinaba meeh waaba makaba yidhaahdeen marka sida saxdaa laakiin waa magaalada madiina weeyaan inta adigu magaalada madiina labadeed laabata u dhaxaysa hadda waa xaram waa la calaameeyey labadaba hadda way calaamadiisan yihiin inta u dhaxaysa isaguna waa xaram xaramka haddaba xuduuddiisu waa maxwaaka xuduudu xarami lmadiina magaalada madiina xuduuddeeda inta xaramka ah can caliyi bni abi taalib radi allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulah rasuul kale wuxuu yihi sal ly slam almadiinatu magaalada madiine la yidhaahdo xaram waa xaram maa bayna cayrin cayr inta u dhaxaysa ilaa thawrin iyo buurta thawr labadaa inta u dhaxaysa xadiidkan kadeetaana horta xadiidkan rawaa muslim baa wariyey xadiidkani wuxuu daliil u yahay magaalada madiina waa magaalo weyn waa dhul fara badan xaramku marka waa intee xaramku waa buurta yar ee la yidhaahda jabalu cayr iyo buurta yar ee la yidhaahda jabalu thawr labadaa laab inta u dhaxaysa intaasi waa xaram maalin maalmaha ka mid a buu nabigu sal allahu alayh wasalam asxaabtiisa la socda intuu mid saa u fiiriy wuxuu yihi xaramka inaad ka baxday baan u malayna markaas saa u fiiriy markaasu may weli waad ku dhex jirtaa macnaha labadaa buurood waa thawr iyo cayr inta u dhaxaysa intaa weeyaan intaa weeyaan wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam